السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة هقول لكم النهاردة في الحلقة 3 مواضيع. أول موضوع هقول لكم حقيقة سبب انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة. هقول لكم السبب الحقيقي للطلاق يا جماعة اللي حصل ما بينهم. كمان هقول لكم موضوع شماتة ياسمين عبد العزيز في موت هشام سليم. كمان معايا في الحلقة حضور يسرى مهرجان القاهرة للدراما بعد وفاة هشام سليم اللي هو أصلا أخو زوجها. بصوا يا جماعة، هبتدي بموضوع شماتة ياسمين عبد العزيز في موت هشام سليم. كلكم عارفين يا جماعة ان لما حصل وفاة الفنان هشام سليم يا جماعة، ممثلين مصر كلها نصهم اللي راح الجنازة والنص التاني اللي نعاه على صفحته. يعني في ناس طلعت راحت العزا يعني عشان تعزي، وفي ناس تانية طلعت عملت زي نعي كده على صفحاتهم على الفيس وعلى الانستجرام. كل الناس بقى كانت مستنية ياسمين عبد العزيز تكتب نعي أو تروح الجنازة. ليه يا جماعة؟ لأن كان في مشاجرة بين ياسمين عبد العزيز وبنات هشام سليم وصلت لأحكام قضائية. فهقول لكم سبب الخناقة على طول كده، يعني في عجالة. الموضوع ان ياسمين عبد العزيز وبنات هشام سليم كانوا واخدين شاليه في الساحل الشمالي. يعني ياسمين عبد العزيز واخده شاليه جنبيها الشاليه بتاع بنات هشام سليم. حصل ما بينهم مشاجره بسبب ان بنات هشام سليم على طول كانوا بيبقوا معليين التلفزيون. فياسمين عبد العزيز راحت وخبطت على الشاليه وقالت لهم ما ينفعش كده يا جماعه، احنا جايين نستجم هنا. وعلى طول صوت التلفزيون عالي وفي دوشه وانا مش عارفه اعيش في الشاليه بتاعي. فبنات ياسمين عبد العزيز واحده ما ادتلهاش اي اهتمام لما راحت خبطت على باب الشاليه وقالت لها كده، والتانيه كانت ماسكه التليفون وبتتكلم فيه. فياسمين عبد العزيز اعتقدت ان هي بتصورها وهي بتكلمهم. فحصل ما بينهم مشاجره والبنات مسكوا في ياسمين عبد العزيز وضربوا بعض يا جماعه. البنات ضربوا ياسمين عبد العزيز، حصلت ما بينهم مشاجره جامده في الشاليه اللي في الساحل الشمالي. راحت ياسمين عبد العزيز عملت محضر لبناته، اتحكم على بنت فيهم ب3 شهور حبس. فده موضوع التاتش اللي كان بينها وبين عيال اللي هم بنات هشام سليم. فنزلت بوست وقالت يا جماعة، قالت افعل ما شئت فإنك على موعد مع الله بمفردك. ده البوست اللي نزلته ياسمين عبد العزيز. منعتوش بقى وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حتى قالت الله يرحمه، لا، كتبت افعل ما شئت فإنك على موعد مع الله بمفردك. دي مش شماتة يا جماعة، انتوا شايفين ان دي شماتة؟ ياسمين عبد العزيز اصلا مش بتاعت شماتة ولا الكلام ده كله. الكلام بس طالع على السوشيال ميديا عشان موضوع المشاجرة اللي حصلت ما بين بنات هشام سليم وياسمين عبد العزيز. لكن ياسمين عبد العزيز فنانة محترمة عمرها ما تشمت في موت ولا في مرض. كمان هتكلم معاكم النهاردة في موضوع حضور يسرى مهرجان القاهرة للدراما بعد وفاة هشام سليم. كلكم عارفين ان اليومين دول في مهرجان اسمه مهرجان القاهرة للدراما، ممثلين كتير قوي راحت لهم دعوة وراحوا حضروا المهرجان. مين كان ابرزهم هناك؟ كانت يسرى طبعا اخو جوزها اللي هو هشام سليم لسه كان متوفي. فلما طلعت وظهرت بالاطلالة دي كله احد يقول ايه ده، هي مش عاملة حساب لموت ولا عاملة حساب ان اخو جوزها مات؟ هو الناس دي ما عندهاش احساس ازاي تحضر مهرجان القاهرة للدراما واخو جوزها لسه ميت؟ بصوا يا جماعة، المهرجان كان معمول قبل وفاة هشام سليم بيوم واحد. هي راحت اول يوم يعني في المهرجان وما راحتش تاني، اللي هو قبل الوفاة بيوم. وتاني يوم على طول لما هي حضرت المهرجان كان تاني يوم على طول وفاة هشام سليم. طبعا انا مش بدافع، انا طالعة بس افهم الناس. فيسرى ما حضرتش المهرجان بعد وفاة هشام سليم ولا اي حاجه زي الكلام اللي نازل على مواقع التواصل الاجتماعي. المهرجان كان قبل الوفاه بيوم، وهي راحت اول انطلاقه او اول يوم في اول يوم يعني في المهرجان، وما راحتش تاني لان كان تاني يوم على طول وفاة هشام سليم. طبعا هم ما بيهمهمش، ممكن عادي يروحوا يحضروا مهرجانات ويكون لسه ميت لهم اي حد عادي. لكن انا بس حبيت اوضح عشان ايه برضو ايه ما نظلمش حد.
بصوا يا جماعة، هتكلم معاكم دلوقتي آخر جزء في الحلقة عن سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل. طلعت وقلت لكم إنه حصل الطلاق في هدوء، وإن هي طلعت وكتبت اللهم أنت حسبي في من ظلمني، واتحاسبنت وطلعت كتبت استحملت كتير حتى الخيانة بس أهلي خط أحمر. ده اللي كتبته بسمة على صفحتها الرسمية، وعرفنا إن هي اتطلقت بس في هدوء وخدت أولادها وعاشت في بيت تاني، ودلوقتي تامر حسني عايش في بيت تاني. اللي حصل بقى، اللي حصل ان سبب الطلاق الرسمي يا جماعة ان تامر حسني ضرب اخو بسمة، ضربه. حصل مشاجرة بين تامر حسني وبين اخو بسمة اللي هي زوجته، فتامر حسني مد ايده على اخوه، فهي طلعت وكتبت ايه، ممكن استحمل الخيانة يا تامر بس مش ممكن استحمل اهانة اهلي، لان حصل بينهم وبين بعض تاتش زي ما قلتلكو، وراح مسك اخوها ضربه، فهي ما رضيتش بالوضع ده وقالت له انا عايزه اتطلق. وتامر طبعا عشان بيخاف من الفضايح او بيخاف ان حد يعرف عنه حاجه، فطلقها بهدوء. وطلعت هي كتبت على صفحتها الكلام اللي بقاله كام يوم داير على السوشيال ميديا، وفعلا يا جماعه الطلاق حصل رسميا. لكن اليومين دول في ناس حاليا بتدخل يعني في الموضوع للصلح ما بينهم تاني، لكن هل هي هتوافق ان هي ترجع له تاني؟ انا معرفش، بس انا قلت لكم بس على الموضوع. سبب الطلاق الاول والاخير ان هو ضرب اخوها، ضرب اخوها. طلعت بقى وكتبت على صفحتها الرسمية، لان في ناس كتير قوي يا جماعة عمالة تضايقها على مواقع التواصل الاجتماعي، عمالين يبعتوا لها صور وفيديوهات لتامر حسني وهو بيحضن واحده في حفله، وهو بيبوس واحده في حفله مثلا من معجبينه، وهو بيسلم على واحده من معجبينه، فبيبعتوا لها الفيديوهات ده عشان يستفزوها. طلعت بقى وكتبت ايه يا جماعه، في لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفه انه مش بيعمل لي احترام سواء في صور او فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي اي حاجه عشان مش فارق لي اي صور. وكمان احب اعرفكم ان احنا بقالنا فتره منفصلين وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعري شويه. ده الكلام اللي طلعت كتبته بعد الموضوع، موضوع الطلاق ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس اللي بتطلع تكذبني، والله يا جماعة الطلاق حصل، بس في ناس دلوقتي متدخلة بينهم ان هم يصلحوهم، لان بينهم اولاد بنتين وولد اسمه ادم زي ما قلتلكم، فنتمنى الصلح. يعني انا بس بقول لكم على اللي حاصل. اتمنى منكم لو الحلقه عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.